الرحيم. الجزء الثاني في محاضرة secondary shaping خلصنا الفايبر سبيننج بأنواع ثلاثة، نتكلم على الفيلم برودكشن، وده اوريدي كان شرح في المراجع محاضرة الاكستروجن. الفيلم بلوينج اللي هو بتاع كياس الاكياس والكلام ده، حتى بتاع الاكياس انت ايه اللي راجع هيلاقي بروجيكتس اللي انا نزلتها لكم رفعتها لكم كده، اللي هي المشاريع المطلوب منكم ان انتم تسلموها على نهاية 30 مايو. كان عملت لكم 3 مشاريع، انا كاتب كل 2 على موضوع، مش معنى كده ان هم طلعوا لي المشروع عليه اسم الاثنين يشتغلوا الاثنين مع بعض، بس في الاخر سلموا لي كل واحد لوحده. الموضوع الثاني البلو مولدنج، اكستروجن بلو مولدنج. طبعا ايه البلو مولدنج؟ احنا اتكلمنا عن الانجكشن بلو مولدنج وهنجيب سيرته تاني، لكن بلو اكستروجن بلو مولدنج يعني بيبقى عندي طالع من الاكستروجن هنا المولتن بوليمر، بس احنا فاهمين الاكستروجن ده كونتينوس برودكشن، يعني كونتينوس اكويبمنت شغاله بتطلع لي برودكشن على طول. فانا عندي الاكستروجن بلو مولدنج بيبقى طالع لي شكل تيوبولر بروفايل بالشكل ده، ومطلوب ان انا اعمله انفليتنج في المولد بشكل مثلا الباطل دي، هطلعها مثلا تطلع ازازه جيركن اي حاجه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. مع الاخذ في الاعتبار ان ده هيبقى كونتينوس، فالمولد المفروض النصين بيقفلوا على التيوبز اللي طالعه من الاكسترودر دي، ومفروض ان انا بنفخ بعمل بلو مولدنج بنفخ بقى، فتروح عامله انفليتنج على الشكل الداخلي ده للباي، وبعد كده يحصل ايه هيت ترانسفير وتجمد سوليفيكيشن، واعمل ايجكشن للبرودكت بتاعي ده. طبعا البرودكشن بالطريقه دي بيبقى كونتينوس وبرودكتيف جدا، فتبقى العمليه دي محتاجه يعني فول اوتوميشن وروبوتس، وتبقى انتجريتد زي ما كنت بقول كده، يعني المفروض بعد كده ده مش انتهى كده وخلاص، ده ناخده واملاه مثلا لبن ولا املاه اي حاجه ولا املاه ميه، وبعد كده اعمل الليبل عليه، يعني تبقى برودكت كامل، خط انتاج كامل يعني. وده موجود في مصر في مصانع كتير، مصانع عصاير، مصانع يعني دايما موجوده الحاجات دي. او نبص تاني في البروسيس دي هنلاقي دايما ان احنا محتاجين عمليه، يعني اما انا بعمل البرودكت هنا لا هيفضل لي جزء ولازم اعمل له تريمنج، يعني هيبقى فيه شغل برضو ايه لسه ما انتهاش في شغلانه البلو مولدنج باي اكستروجن ده كده. فيديو صغير عشان يشرح القصه دي سكيماتيك، ادي طالع من الاكستروجن. بص بقى الاسم ده مهم جدا اللي فات ده، الباريزون، يعني ده اسمه 3 تيوبز، التيوب فورم ده اسمه باريزون عشان ده احنا نتعامل بيه. وادي المولد قفلت النصين بتوعي، حصل تريمنج بتاعنا، واروح بنفس المولد دي للتاني اعمل النفخ، ونزل كده ايه عملية البلو مولدنج. أثناء البروسيس، وزي ما انتم شايفين كده ان احنا دلوقتي من اول محاضرة اللي فاتت بتكلم على بروسيس بس، ما بتكلمش على ماشين كتير ولا بتكلم على ديفكتس، لو اضطرينا احتاجنا الحتة دي هنعملها، لكن عشان المحاضرات اللي فاضلة قليلة فهنهتم بالعمليات بس المختلفة. فهنا ادي
شكل البروفايل اللي انا عايزه في النهايه، شكل البوتل، شكل الازاز اللي انا عايزها بشكل نهائي. ده الانبوت اللي داخل اللي طالع لي من الاكسترودر ده هو شكل التيوب بالسمك ده. السمك كام مثلا؟ 0.1 انش، 0. اضرب 5 عشان يبقى 10. 0.084. ليه السمك هنا مختلف؟ السمك هنا مختلف عشان لما انفخ يطلع لي الايه البروفايل بالشكل اللي انا عايزه ده. طب بص هنا كده ايه، يعني هو عاوز هنا 0.1 انش والقطر ده كبير، او عاوز السمك للبطل هنا 0.034 انش. ما طبعا ما انا كان عندي قطر هنا التيوب من هنا، يعني قطر مثلا نفرض ان ده كان 5 سم، وانا عاوز البطل دي قطرها 20 سم، تمام؟ فلازم السمك هيرفع عشان يحصل ستريتشنج من قطر صغير لقطر كبير. ايه السمك بتاع التيوب ده هيرفع. هنا مثلا انا هعمل ان القطر مش 20 سم، القطر مثلا 10 سم، وفي نفس الوقت عاوز السمك يكون متوازن شويه، يعني هنا 0.034 انش وهنا 0.031 انش تقريبا عند بعض. فيبقى في الحاله دي انا عاوز اساسا السمك التيوب اللي كان هنا يكون اقل من هنا، عشان اما يتنفخ لقطر اقل يديني في الاخر السمك النهائي هنا قريب لده. فهتلاقي السمك هنا ايه كان في البدايه 0.066 انش، تمام، اقل من 0.1 انش. فاما يتنفخوا الاثنين، ده يتنفخ قطر صغير ده يتنفخ قطر كبير، الاثنين يطلعوا السمكهم ايه قريبين لبعض وهكذا. فده بيبقى محتاج ايه، ان انت تتحكم في سمك التيوب اللي خارج من الاكسترودر. تقول لي طب هعملها ازاي دي، ده تيوب وفي مندرل؟ بتحكم فيها عن طريق مندرل بيدخل، هو اللي بيتحكم لي في السمك هنا او هنا او هنا او هنا. ازاي اتحكم بقى في السمك بتاع البارزن تيوب؟ يبقى عندي ادي داي وادي المندرل، وفي حركة نسبية رأسية ما بين الاتنين بتديني ايه، بتنعكس في الجاب اللي ما بين البيضة دي ما بين الاتنين. اما ده يقرب لبعض يبقى المسافة دي صغرت خالص، ودي ان الزاوية هنا مش واحدة قوي، هما يبان لك انهم واحدة، بس نفرض ان دي مثلا دي 60، فهتلاقي المندرل 59، دي مثلا زاوية 59 والداي مثلا 61، او العكس ممكن يبقى ده 61 59، بحيث ان انا ايه الحركة دي تخلي مين اللي فيهم يضيق ومين فيهم اللي يكبر، تمام. طبعا التحكم في الجاب ما بين الاثنين ده هو ده اللي بنسميه بارزون بروجرامينج. ده اللي بينعكس في سمك التيوب الخارج في النهايه، اللي هو بينعكس في النهايه على الريجيديتي بتاعت ازازه العصير مثلا انا بحطها في الثلاجه تبقى واقفه ماسكه نفسها مثلا، تمام. وعشان اقدر اطلع علاقه ما بين البلون وول ثيكنس اللي هو في النهايه، واللي انا والبارزون اللي انا ابتديت بيه، التيوب اللي انا ابتديت بيه سمكه، بنمشي بيه شويه المعادلات دي. يعني انا عندي ادي الاكسترودر المفروض بيطلع لي، عاوز يطلع لي ايه التيوب، هعمل زوم ان كده اتفرج، ادي اكسترودر داي وادي التيوب طالعه دي، يعني اكن دي كده يعني لو بصيت من فوق هتلاقي ده حلقه انيلس وطالع البدايه السمك كان تي دي، وما بيحصل سويلنج شويه بيبقى تي بي. القطر الافريج كان دي الدايمتر دي، وما حصل سويلنج بقى دايمتر بي، تمام. وبعد كده هنفخ اعمل بلوينج بلو مولد ويملالي القطر بقى النهائي، انا عاوزه يبقى دي ام بتاع البطل مثلا، ويبقى السمك بدل ما كان تي بي هيبقى تي ام. فالسوير ريشيو بتاعت البارزون دايمتر ده، البارزون اهو هنسميه الار اي اس دي، هيساوي الدي كابيتال بي على دي كابيتال دي سمول. والسوير ريشيو بتاعت الوول ثيكنس هتبقى تي كابيتال تي بي على تي دي، تمام. واضح انها ايه هما الاثنين اكبر من الواحد. العلاقه ما بين تي الار اس دي اللي هو السوير ريشيو بتاعت الدايمتر والسوير ريشيو بتاعت الوول ثيكنس،
ان السوير ريشيو بتاعت الثيكنس بتساوي يعني بروبورشنال تربيع للسوير ريشيو بتاعت الدايمتر. وده منطقي لان انا عندي الاساس ان ايه باي دي الاريا باي دي سكوير ماينس بتاعت الحلقه الدايمتر كبير ماينس باي دي سكوير الدايمتر سكوير كل ده على 4. ففي علاقه تربيعيه ما بين السمك والدايمتر اللي انا بادي بيه. فاقدر اشيل انا الار اس سي دي والار اس تي، يعني هعمل ايه؟ هروح انا حاطط الار اس تي بتساوي تي بي على تي دي، فراح اشيل الار اس تي واحط تي بي على تي دي، يبقى تي بي دي انا مش قايسها، او انا ممكن يا طالع او انا يعني طالع تي دي انا اقدر اقيسها من الضاي او من السوليد ووركس اللي انا مصمم بيها الضاي ار اس، فيبقى تي بي بتساوي ار اس دي اللي هو تربيع في التي دي ار اس دي تربيع في التي دي. حطيت المعادله دي مع دي طلعت لي ايه الشكل ده. طيب لما يحصل انفليتنج وانفخها وتملى البوتل، فانا عارف ان لو انا خدت كروس سكشن هنا كده، يعني اخد كده كروس سكشن في الحته دي واتفرج، المفروض ان انا هشوف حلقة الحلقة دي سمكها تي بي وقطرها المتوسط الدي بي، يبقى الاريا بتاعت لو انا هشرت لك دي كده، فالاريا بتاعت الحلقة دي باي دي بي تي بي. هو نفس الموضوع بعد ما تتجمد تحصل لها انفليتنج هتبقى باي دي ام في تي ام، فطبعا تي ام اكيد اصغر بكتير من التي بي. التي ام هشيل الباي مع الباي، يبقى التي ام بتساوي دي بي تي بي على دي ام، تمام. فالدي بي اللي هو القطر المتوسط اللي خارج لي اللي انا مش قادر اقيسه هطلعه من هنا، هقول دي بي بتساوي ار سويد ريشيو ار اس دي في الدي الدامتر دي، انا عارف قايسها من الاول في السوليد ووركس انا عارف القطر ده، تمام. دي بي ار اس دي في تي دي. طب والتي بي دي برضه ار اس دي سكوير في تي دي، هيطلع لي ار اس دي كيوب تي دي الدامتر دي على الدي ام. الدي مين معروفه من مقاس الاسطمبه الفاينل، والدي داي اللي هي في الاول دي بتاعت الاكسترودر معروفه من انا اللي مصممها، والتي دي انا اللي مصممها. يبقى كل انا قدرت اعرف السمك بتاع تي ام ده اللي هو سمك البطل النهائي از فانكشن تكعيب في السويل ريشيو، في السوير ريشيو اللي هي بروبرتي تعتمد على نوع الماتيريال وعلى كميه الضغط الموجود منها. فانت كفايه بقى ان بيهمك اول الحته دي عشان بناء على الضغط بتقدر ما انت ممكن تعلي الضغط لحد ما الضغط اللي جوه يبقى عالي، والمولتن سترينث اللي انت بتعمل له ستريتش سوري والسترينث بتاع الماتيريال اللي جوه وهي سخنه وبتعمل لها ستريتشنج ممكن تتقطع منك. فانت بيبقى عندك من الهوب ستريس اللي انت خدتوها زمان في الاستريس اناليسيس او في انت عارف ان في ستريس مفروض ما تعديهوش. انا هكتفي بالحسابات لحد هنا، ودي اللي منزلها لكم في الشيت 3 اللي انا كنت غلطت وحطيته مع الشيت 2 اللي فات، لكن هرفعه لكم شيت 3 مسائل البلو مولدنج اللي هي مبنيه على شويه المعادلات دي، تمام. فانت عندك هنا ادي مساله اكستروجن داي فور بولي ايثيلين باريزون يوزد ان بلو مولدنج، لما تفتحها كام 16 مللي، والسايز بتاع الرينج الاوبننجز داي 1.5 مللي، المين دايمتر بتاع الباريزون اوبزرفد ان حصل لها سويلنج ودي اقدر اشوفها بعيني بقت 20.5 مللي، يبقى 20.5 مللي على 16 مللي تديني سويل ريشيو. اف ذا دايمتر اوف ذا بلو مولد كونتينر تو بي الانفليتنج النهائي هيبقى عند 100 مللي، احسب لي الكورسبوندنج وول ثيكنس اوف ذا كونتينر والوول ثيكنس اوف ذا باريزون. فبيبقى الحال ار اس دي 20.5 على 100 او طبعا 16 بين 0 تديلي 1.281، والتي ام من القانون بتاعها هيطلعه لي هو 0.5 ملم، والتي بي هتبقى برضه من القانون اللي في السلايد اللي فات طلع لي
2.462. طبعا واضح جدا ان التي الفاينل نص ملي صغير خالص. انت بادي بكام؟ بادي ب باتنين. انت بادي اساسا كانت السمك اللي انت بادي بيه كان واحد ونص. السايز اوف ذا رينج اوبنج ذا داي كان ايه؟ واحد ونص ملي. حصل له سويلنج بقت ايه؟ حصل له سويلنج بقى 2.4 ملي. حصل له انفليتنج صغر تاني بقى 2.5 ملي. هو ده اللي انا عاوزك تحس بالارقام عشان ما تحل في الامتحان ولا في الشيت تبقى ايه حاسس بارقام مش بتطلع اي حاجه. الموضوع اللي بعد كده احنا لسه برضه في الشيبنج في البلو مولدنج بس انجكشن مولدنج. انجكشن بلو مولدنج وده شرحناه في عمليات ايه تنوعات الانجكشن مولدنج. ممكن تراجع الانجكشن ليكشرز لكن ايه باختصار كده ايه هي نفس الفكرة. انا عندي برضو يعني بحقن تمام وادي الجزء الاول حقن طبعا كل ده متسخن حقنت اهو وبعد كده ايه عملت ايجكشن فطلع لي تيوب على المندرل بتاعه ما عملت يعني خرجته من هنا لكن لسه هو على المندرل. هاخده هو ده زي ما هو كده واحطه في ضاي جديده. وطبعا ده معناه بص بقى هنا بالعقل كده انا كان عندي ضاي هو للحقن وضاي اخرى للنفخ في عمليات البلو انجكشن مولدنج بلوينج باي انجكشن مولدنج. على العكس في الاكستروجن ما عنديش غير ضاي واحده ويعني عندي انا عندي بطلع تيوب في حلقه اللي هي دي الضاي الاولانيه بالنسبه لي مش انجكشن مولدنج ضاي بكل تفاصيلها الغاليه دي. هنا حلقه واحده هنا ايه فانا عندي هنا ضاي وضاي. هنا بقى هنفخ وعشان قلت لكم يهمني جدا اعمل في عمليات البلوينج ان دي سكندري شيبنج فبعمل ستريتشنج يعني ده داخل كده ايه و بمد وبدفع ده لقدام شويه ويعني الطول ده لو ال هيبقى ال بلس مثلا 2 مللي 3 مللي يطلع لقدام عشان يحصل للشيت يحصل له سوليفيكيشن هنا ده ايه يحصل له ستريتشنج وبعد كده اروح نافخه فيروح ماليه يحصل له انفليشن وبعد كده اعمل ايه الايجكشن هنا. ده كده ايه بالتفصيل اللي حصل هيتنج هيتنج مولد كلوزنج بعمل ستريتشنج يعني الطول ده كده كان جاي لي من المولد الاولانيه زي ما هو رحت ده طلع اللي قدام نزل زي تقدم للامام فسحب عمل ستريتشنج. الاستريتشنج ده بيخلي الفورس النهائيه بتاعت احسن او سوري يعني الكواليتي بتاعت البوليمر بيحصل له ستريتشنج ويونيفورمتي في الاستريس اللي عليه وفي البروبرتي ومدى الترانسبيرنسي بتاعته احسن بكتير. بعد كده عمل عمليه النفخ اللي هو مضغوط يروح كل الاحمر ده كده يروح فارد على الجناب وبعد كده اعمل ايه ايجكشن. دي عمليات اللي البلو مولدنج باي انجكشن مولدنج. والاختلافات بقى لو انت بتقارن بين الاكستروجن بلو مولدنج والانجكشن بلو مولدنج هتلاقي الادفانتج بتاع الانجكشن بلو مولدنج ما فيهاش عمليات التريمنج اللي كنت وريتها لكم في الفيديو بتاع الاكستروجن. الوول ثيكنس بيبقى كنترول عليه احسن من حكايه الباريزون والبروجرامينج دي. الدايمنشن كنترول على النك بيبقى احسن لكن المشاكل الانجكشن مو مولدنج ان انا ببقى عندي محتاج قالب زياده هاير انيشال مولد كوست محتاج قالبين قالبين كاملين مش زي الاكستروجن بو مولدنج. بلو مولدنج هو ضاي وقالب واحد هو ده اللي بعمل فيه البلوينج ان انا بحتاج بوث انجكشن وبلو مولدنج وفي الاخر الفوليوم برودكشن طبعا الاكستروجن عمليه انتاجيه كونتينوس فانتاج كمي اضخم بكتير في حاله الاكستروجن بلو مولدنج عن الانجكشن عن الانجكشن مولدنج بلو الانجكشن بلو مولدنج. البلو مولدنج باي ثيرمو فورمينج اخر موضوع في المحاضره دي. ده بقى معتمد على ايه؟ ان انا عندي برضو بقول لكم كل عمليات الشيبنج انا عندي سيمي برودكت طالع فانا عندي هنا شيت اوريدي طالع محتاج اسخنه وبعد كده
بحطه بحتاج اسخنه واعمل فورمنج في كافيتي. ادي شكل الكافيتي اللي عندي وادي شكل الفورم اللي انا عايزه، تمام. ومحتاج ان انا الشكل ده يتحط على الضاي دي، فبستخدم فاكيوم غالبا او ضغط من فوق او فاكيوم من تحت، ووسيله ضغط اللي هي بيبقى ميكانيكال بريس زي المندر كده، ايه نازل يضغط عليه. والطريقه دي بتبقى عشان فيها دايما بتعامل مع يعني برضو فيها ستريتشنج كتير زي ما انتم شايفين، فهي بتبقى كل الطرق دي بتبقى مناسبه اكتر في في العمليات الامورفوس. يعني كل اللي اتكلمنا عليه ده كله دايما ايه بقول لك ازازه ميه، ازازه حتى ازازه يعني لو ازازه عصير هنا في الثيرموفورمينج بكتير طبعا. لكن دايما عاوز منطق يعني مساحه واسعه من الفورمابيليتي، فعشان المساحه دي فلازم اعمل ايه، لازم مش لازم يعني يبقى الامورفوس اريح لي. ليه؟ الامورفوس فيه بعد التي جي فيه مسافه كبيره منه لحد ما يبقى سايح تماما. احنا قلنا مفيش تي ام واضحه في الايه في الامورفوس، لكن في السيرموبلاستيك انا مش عارف اشتغل غير قرب الايه التي ام عند ما يسيح، وهي بتبقى زي كده ايه منطقه نارو سبيكترم من في درجات الحراره. لكن هنا كده انا عاوز اسخن شويه يبقى طري، اقدر اشكل براحتي بفوت تي جي ومن غير ما يكون سايح، لسه في سترينث ماسك نفسه. فده الايه ده الـ الـ هنا بقى الخطوه الثانيه الجزء ده اللي هو بنسميه البلاج اسيست، هو ده اللي بيضغط. فزي ما انت شايف كده الاحمر ده كده حصل له ايه ستريتشنج اللي هو الشيت بتاعي، وحصل له ستريتشنج ده معناه ان السمك هنا اختلف بس ارفع هنا. بس ده مش كفايه، هساعده بايه بقى كمان الميكانيكال مينز دي؟ هروح اعمل فاكيوم من تحت، يبقى انا ايه اخليه اجبره ياخد ايه الشكل البرودكت النهائي بتاعي. ده البلاك اسيست ثيرمو فورمنج. في طبعا طرق ثيرمو فورمنج اخرى غير البلاك اسيست، الدريب اسيست ثيرمو فورمنج، لكن خلينا الطريقه دي مشهوره بتطلع برودكت كويسه. المشكله بس في البلاك اسيست دي زي ما انت شايف ايه ان اللي بيحصل له ستريتشنج هو الجزء اللي مش ملامس للبلاج ده، يعني اللي مش ملامس لحاجه، ده دايما بيحصل له ستريتش الجزء الحر. الجزء الملامس ده مش ما بيحصلوش ستريتشنج، لازم يعني ماسك في او في فريكشن بينه وبين الجزء الميكانيكال اللي بيضغط عليه. عشان كده كنت بقول لك بالاحمر عند البوزيشن ايه ده سايت ايه، عند اللحظه دي عند لحظه معينه الجزء ده ما بيحصلوش ستريتشنج فسمكه زي ما هو، وده بيحصل له ستريتشنج الحر ده فسمكه بيقل، تمام. بينما بعد شويه وانا بنزل النقطه اللي كانت هنا اللحمه هنا هتبتدي تبعد وتبقاش متلامسه مع الجزء ده، فهتبتدي هي كمان عاوزه يحصل لها ستريتشنج. عشان يحصل لها ستريتشنج لازم تكون هي اوريدي سخنه، ما تبقاش بعد ما اتنقلت لهنا تكون بردت بسبب تلامسها للميكانيكال مينز اللي هو البلاج اسيست ده. عشان كده بختار ده من البلاج اسيست ايه عاوز حاجه مش موصله حراريا جامد، باخد يعني الماتيريال دي بتبقى خشب، بتبقى هارد رابر، هي دي اللي استخدمها بحيث انها ايه تسمح ان تشكل وتسمح ان ده بقى ينزلق من عليها ومن غير ما يفقد حرارته، بحيث ان هو يكمل عملية الاستريتشنج ويرفع طول ما ايه ما انا نازل في الاستروك بتاعي ده. ده ايه ده اللي احنا بنشرحه برضو، ادي هيت شيت وادي المولد بتاعي. وشايف بقى عشان ايه يضمن هنا بقى ايه عشان يضمن ان هو السمك ما يتغيرش كتير بسبب عمليات ان جزء استريتشد وجزء مش ما حصلوش استريتشنج، فعمل حركه ظريفه جدا بقى هنا. راح قال لك انا هدي له بابل في الاول، هدي له ضغط، هدي هنا بريشر، فبقت عامله بالشكل ده. وبعد كده اروح طالع بالماندريل دي كلها بالضاي، اروح داخل فيها كأن بدل ما يكون في بلاج اسيست من فوق لتحت، لا ده انا طالع بالمندل كلها خدت شبه الشكل. وبعد كده اروح ابلاي الفاكيوم ايه، فيبقى خليته يبقى هنا بالطريقه دي كل ده ستريتشد، يعني كله من اللحظه اللي انا طلعت ده كل ده ستريتشد، مفيش
ليه مش ملامس غير النقطه دي والنقطه دي ونقطة اربع مثلا نقط، على عكس ما كان لازق في البلاك اسيست بالطريقه اللي فاتت، ملاصق لمساحات كبيره منع الحركه تؤدي ان الجزء الملاصق للبلاك اسيست اللي السمك بتاعه كبير والجزء اللي مش ملاصق سمكه بيقل بسبب الاستريتشنج، ففرق الديفيشن في الفاريشن في التكنيكس ده بيدي لي فروقات كبيره قوي في السترينث النهائي. لكن هو كده ايه عامل زي كده خلى كله استرتش، هو انا كله شديته يعني، اما انا ضغطت اما انا طلعت بالمندرل ده بالضاي بتاعتي وزقيت الشيت اللي انا عاوز اشكله وهو سخن، فكله طلع لفوق طلع لفوق كده واتشد، اروح مديله كله فاكيوم، فهو كله فايه فيديني في الاخر السمك منتظم، مفيش بقى المشاكل اللي كانت ظاهره لي شويه في البلاج اسيست. ده كده فيديو يشرح الفكر اللي حابين نتكلم عليه، عملية الثيرمو فورمينج. وشكرا قوي، ورفعت لكم الشيت تقدروا تحلوه، وكله مسائل بسيطة زي ما انتوا شفتوه كده. ولو في حاجة برضو انا موجود، انا مش ملاحظ بس غير عبد الله حراس هو اللي بيبعت لي شوية ساعات اسئلة شوف انا كنت قلت لمريم تبلغكم يشوفوا ميعاد نعمل اللي عنده اسئلة يجمعها، نعمل زوم اي حاجة، المهم بس يبقى فيه تواصل اكتر، مش بس انا بديكم محاضرات اونلاين وما باخدش يعني غير واحدة او اتنين اللي بيبعتولي. شكرا.